صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه أمر ملكي رقم 23 لسنة 2024 بفض دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب وجاء في المادة الأولى من الأمر الملكي أنه يفض دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب اعتبارا من يوم الأربعاء التاسع والعشرين